السلام عليكم، معكم ايوب بيتر. فيديو جديد. كيف في واحد لا سيري اسمها ذا ارو هذه فيها واحد البنادم اسمه اوليفر كوين. اوليفر كوين هذا يخدم شغل كيما بطل كيما مستيل تاع باتمان، وما ينتمي بنفس العالم تقريبا. هذا البطل تلمو عنده الاعداء بزاف، صرا له واحد العدو هكذا، يعني صرات له مشاكل مع واحد العدو واسمه راس الغول. راس الغول هذا في عمره 400 سنه، ليه؟ لانه في كل مره هكذا يكبر عنده واحد المنبع اسمه لازاروس، كي يدخل فيه يعاود يولي جون. ومعروف بلي هذا عنده واحد الاتحاد اسمه اتحاد القاتله، ولا ذا ليج اوف اساسنز، ولا ذا ليج اوف شادوز، عنده زوج اسماوات. انه عنده هو اعظم سياف عبر التاريخ، تعلموا عنده اكسبيريونس كبيره في السيوفه، دير الاتحاد تاعو اللي هما واعرين كامل، يعني اي واحد يونطريني عنده يولي هو القوي. هذا اوليفر كوين صرا له مشكل معاه، كي صرا له مشكل معاه هذا راس الغول قال بالاوليفر كوين هذا، قالوا نسويوها كرجال. قالوا شوف، كاين واحد الجبل ارواح، كاين الاسلحه كامل السيوفه اللي حبيت. قالوا خير واحد وانا نهز السيف وانت هز السيف وارواح. اولتهم كي بداوا المقابله تاعهم والله الهوشه تاعهم، راس الغول ما كانش هز السيف، اوليفر كوين كان هاز السيف. اوليفر كوين هذا اصلا هو واعر، انه هو اصلا بطل هذيك تاع المدينه. قالوا بلي السيف نتاعك انت كي تخلص به، كنت هاوش معايا كي تخلص به نديه لك انا ونبدا نهاوش فيك به. بدا يضرب اوليفر كوين، ما تقريبا ما قدرش يقيسو حتى نحل ولا اخر السيف، وبعدها قتلو. ممكن ما فهمتوش علاه قلت لكم هذه، احكموا الفكره هذه. ايماجين راكم تمشيو انت وصاحبك ولقيتو مثلا 20000، مثلا ورقه تاع 20000، ما لقيتوش كيفاش تقروها. انت قلت لصاحبك هيا نقسموها نص بالنص، تدي 10000 وانا ندي 10000. صاحبك قال لك نروح نديروا عفسه مليح، نروح نجبدوا عمله نفليبيوها نورمال ندوروها. طحت بيل تديها انت، طحت فاصل ديالها. موافق؟ انت وافقت لان عندكم نفس الشونس، يعني 50% 50%. وربحوا انت كي روحت من هذه، ماغري صاحبك لو ربحك بصح تحس بالرضا لانه ما خادع، طحت فير كما يقولوا فير بالانجليزيه، معناها هذه عادله، يعني صارت بعدل. ولكن في الحقيقه هذه يصنفها كريس فوش. كريس فوش هذا هو عميل مخابرات سابق مختص في التفاوض مع الارهابيين واللي يحكموا الرهائن والامارات هذو. ديت لكم فيديو عليه من قبل، هو تاع الميرورينغ تلقاه الفوق. هذا كريس فوش قال باللي اعظم وأقدم طريقة تلاعب للناس ما ديرلهاش حساب خلاص هو الفيرنس. الفيرنس هو العدالة، لأنك إذا تاع حسيت باللي رامي يتعاملوا معك بعدل إذا تروح نورمال. هو في الحقيقة ماهوش عدل، هو استعمل لك هذه الكارطة تاع العدل باش يمانيبيليك أو يتلاعب فيك. نرجع قصة راس الغول. راس الغول كي عطالو الفيرنس أو عطالو العدل قالوا باللي أنا وياك رانا سيف سيف، ولكن في الحقيقة هو ماهوش. راس الغول هذا 400 سنة هو يضرب بالسيف، أوليفر كوين في عمره 30 سنة برك، ثم هي في الحقيقة هو استعملوا العدل كطريقة باش يخدعوا، ماهوش عدل كيما راك تيماجيني، هي باش تقتنع باك باللي زعما عاملوني بعد الاس مخلاص. كي تروح مثلا للحاله تاع العمله النقديه اللي سماها كريس فوس، هي اقدم خدعه للتلاعب في العالم. لو كان نعطيكم مثلا الحاله اللي مدها كريس فوس، قال بلي ايماجيني لو كان نقترح عليك صاحبك كان يمدك 7000 وهو يدي 13000، يعني تحس ما تصراش. لا ما بصح لو كان تدي صفر هو يدي 20 تحس بلي نورمال مليح وتقنعك. ليه؟ قال هذا هو السبب الوحيد اللي يخليك تقتنع بالخدعة، هو انك اذا انت حسيت بلي تم التعامل معك بعدل اذا تاكسبتي الخساره وانت فرحان لي بيان. كيما اوليفر كوين حس روحه بالخساره نورمال، الغالب غلبني لانه منطرين اكثر مني برك، وراه عندنا سيف سيف. وكيما هذيك تاع عقليه تاع مثلا الناس كي يجيو يتاوجي يقولوا عندك ذراع وعنده ذراع، هي في الحقيقه مش هكذا. هو اكثر الناس اللي يحبوا يتلاعبوا يحطوك في واحد الموقف انت راك تحس باللي راه نتعاملوا معايا بعدل، يعني ما ظلمونيش، ولكن هو حطك في مجال على باله باللي انت 100% رايح تخسر. مثلا كي تشوف مثلا تاع اليو اف سي والله تاع البوكس، كيفاش راهم يتعاملوا معاهم؟ راهم يتعاملوا معاهم بعدل. انتم تاع البوا هذا واحدكم وهذاك تاع البوا هذوك واحدهم. اللي نظم اليو اف سي ولا اللي نظم البوكس هو راه يخدع فيهم كامل. علاه؟ باش يمد لروحه الشو، والله يمد روحه للعرض، انه مثلا ماشي واحد يوزن 150 وواحد يوزن 50 وكان يضرب ويمد ديريكت، ما فيهاش عرض، ما فيهاش سبيكتاكل، ما فيهاش ضربوا ناضه، هو راه خدعهم كامل باش يمد لهم هذاك الشو تاعكم متعادلين برك، باه يقدر باش يقدر الشو يمشي ويقدر هو يقدر يدير الدراهم. لذلك اذا واحد عطالك عرض مغري هكذا بلي عادل هكذا شغل ما تحسش بلي راح يخدعك فيه، لازم دير حسابك بزاف، لانه هذاك العرض اللي راك تيماجينيه بلي راه عادل بالنسبه ليك، بالنسبه لي هو راه رابح 100%، انه حطك لعب لك على نقطه العدل هذه اللي سماها كريس فوز، هي اكثر نقطه يقدر اي واحد يلعب لك بها، انك انت تتحط في كا تاع العدل، لازم هذه تحلك الباب بلي ماشي اي حاجه يعطيها لك واحد بشكل بوزيتيف معناها راه يحبك والله راك في موقع بيان. مثلا كيما بن فرانكلين هذا اللي كان يعرف
نعرفوا بلي هو الانسان اللي مصور في العمله تاع الدولار. كاين واحد ديفي اسمه بن فرانكلين ايفيكت او تاثير بن فرانكلين، يقول بلي مثلا واحد كي حاب يربح واحد باش يبيع له، من بعد كي يجي يبيع له مثلا عفسه يقولوا حكم لي تشوف دقيقه الكاس، انت تيماجيني هذه حكم لي كاس فور جات زهر. هو لا في البن فرانكلين ايفيكت انت تشوف بلي هذه الحاجه مثلا تاع انه يدير فيه مزيه، قال بلي هذه المزيه في البن فرانكلين ايفيكت هي طريقه باش البنادم يحس روحو بلي او يعاون ولا او يعاون في واحد، هذيك الطريقه تخلي هو يحبو ياكسيبتي كل شيء يجي من عنده. هذه هي معناها او دلك عفسه زعما بوزيتيف، انت تظن بلي عفسه بوزيتيف لكن هي في الحقيقه ماشي عفسه بوزيتيف لانها بوزيتيف، عفسه بوزيتيف باش من بعد راح يلعب لك في عقلك باش من بعد يدي واش رايح. ماشي اي واحد يدير لك عفسه بوزيتيف معناها راهو يحب لك الخير، تقدر ديك العفسه بوزيتيف هي الطريقه فقط للتلاعب بك كما حادثه هذه تاع العدل. خمم فيها مليح.